واضح وتصريح واضح وصريح. كشف العذرية يفجر أزمة جديدة بين نواب الأسبة الأهلية. يسري المغازي يتهم إلهامي عجينة بفبركة مكالمة من هاتفه الخاص لتوريطه بالقضية، ويؤكد خلافات شخصية دفعته لانتحال شخصيتي والزج باسمي. ده أنا صرحت كده فعلا. طيب يبقى حصل يا فندم. لا أنا بتكلم على التصريح الأولاني اللي أنا فوجئت إن في تصريح صدر مكتوب على اليوم السابع. أنا ذهبت إلى مقر اليوم السابع وقابلت المحررين وقابلت المحرر اللي صاحب الخبر ده، وجبنا التسجيل ولقيت التسجيل له صوتي وله وقلت له أنا صوتي موجود قدامك، وعلى هذا الأساس قلت له لابد من تصحيح هذا الخبر. هو صح الخبر بالشكل اللي أنا قلت لحضرتك عليه، سجل صوت وصورة إن أنا بأكد إن أنا ضد هذا التصريح تماما جملة وتفصيلا. الشباب بيتهم إلهامي بالظبط كده، يعني حضرتك بتتهم سياده النائب الهامي، وده اللي انا قلته من شويه. بتهم شخص اكيد يعني صاحب مصلحه، انا بتهم راجل صاحب مصلحه. مين صاحب المصلحه النهارده في هذا اللغط في هذا المجتمع النهارده؟ هذا النائب.